ملف الكهرباء، ليش اكو اختلاف بمبالغ الجباية؟ اكو منطقة عن منطقة تختلف، واكو ناس عن ناس ايضا يدفعون 10,000 بالشهر، واكو مناطق من 30 إلى 40. حقيقة ملف الجباية في مديرية توزيع كهرباء ديالة حتما بعد قيام طبع قوائم الحساب في مديرية توزيع كهرباء ديالة راجعنا الكثير من المواطنين في هناك تفاوت وازدواجية بالتعامل مع الأهالي في موضوع الجباية، وقدمت شكاوي إلينا كوحدة إدارية وتم رفعها إلى السيد المحافظ وكذلك إلى مدير كهرباء ديالة. بالنتيجة أخبرونا بأن هناك مناطق تحتسب كونها تجاوز، تحتسب مبلغ 10,000 دينار مقطوعة لا يوجد لديهم مقاييس، وكذلك هناك مناطق تجارية تعامل وفق ضوابط وعدت من قبل وزارة الكهرباء. بس هاي المشكلة، مو اليوم، يعني صار لها سنين بعض المناطق اللي تعاني من عدها. جنابك قلت احنا رفعنا المحافظة وايضا الى الكهرباء، يعني خلال هاي السنين ما صارت اي حلول الها؟ أنا مثل ما أسلفت، أنا كرئيس وحدة إدارية ليست لدي صلاحية على مدير كهرباء ديالة، وإنما الصلاحية للسيد المحافظ. أنا أتعامل مع مدير كهرباء بعقوبة، وبالنتيجة هناك كثير من المخاطبات مع مديرية توزيع كهرباء ديالة بهذا الصدد بشأن ارتفاع قوائم الكهرباء، وهناك كتب رسمية صادرة من مديرية توزيع كهرباء ديالة بأن الجباية تقوم وفق أمور فنية وكذلك وفق مناطق قد تكون تجارية وسكنية، وهناك تفاوت بالأسعار وسعر الوحدات تختلف حسب المنطقة، وأيضا هناك مناطق عشوائية حسب ما تدعي مديرية توزيع كهرباء ديالة أنها تجبي منها بشكل عشوائي أو بموجب كارت أو وصل بمبلغ 10,000 مقطوعة. بالنتيجة هنا نرى تفاوت بهذا الموضوع. نعم، المحطة الموجودة، المحطة الغازية الموجودة بديالة، هاي المعاناة مال الكهرباء، وأنا ذكرت إحنا حول الجباية الموجودة وحول أيضا بعض المناطق اللي ما موجودة بها من 30 إلى 40 أو 10,000، كمحطة غازية ما نقدر نستفاد من عندها؟ حقيقة اليوم احنا نعاني من موضوع الكهرباء، هناك مناطق عديمة الكهرباء حقيقة، وتصل ساعات الانقطاع إلى 18 ساعة 16 ساعة. بالنتيجة ما ينتج من حقول المنصورية الغازية هو يرسل إلى الكهرباء الوطنية ويتم توزيعها على المحافظات. اليوم الغاز الخاص بمحطة المنصورية يستورد من الجارة إيران. بالنتيجة هذا الموضوع هو موضوع اتحادي ومركزي. أنا متأكد هناك لو عزمت الحكومة إلى إنتاج الغاز من حقل المنصورية حسب ما أفاد لنا بعض المهندسين والاختصاصيين أنها تطفو على بحر من الغاز في منطقة المنصورية، لو استغلت لحقيقة قمنا بتصدير الكهرباء إلى دول مجاورة وإلى المحافظات أيضا. يعني إحنا دول مجاورة صدرنا إلها والمحافظات ما موجود بها. اليوم نتكلم على محطة غازية. بالنتيجة نعم. هو المحطة الغازية محطة غازية ويستورد الغاز من الجارة إيران، فلا قيمة لها باستيراد الغاز، وبين الحين والآخر يقطع الغاز وتتوقف هذه المحطة. أنا أتكلم عن حقل المنصورية الغازي، لو استثمر إلى غذى محطة المنصورية وغذى يجوز أحد مستثمر أستاذ عبد الله. الموضوع هو اتحادي، موضوع النفط والغاز مثل ما تعرفين هو من اختصاص الحكومة الاتحادية ووزارة النفط. طيب.